تابعنا قبل قليل ومن خلال هذه التغطية أنه نتنياهو حسب الأرقام الأولية، نتائج الأولية تشير إلى أنه يتقدم في هذه الانتخابات، وهذا التقدم بالشراكة مع الصهيونية الدينية، بالشراكة مع إتمار بن غفير. في هذا الإطار، هل يمكن للدول حول العالم تقبل صمود فكرة لحكومة إسرائيلية، هذه الحكومة يمينية متطرفة؟ يعني أعتقد أولا في الغرب هناك الهم اليومي هو موضوع غلاء المعيشة والطاقة وغيرها، يعني حتى نكون واقعيين التركيز على إسرائيل ليس كما كان في الماضي ولكن هناك دعم كبير لإسرائيل ما زال موجودا. يعني إذا نظرت إلى الأحداث في الضفة الغربية خلال الشهرين أو ثلاث أشهر الماضية، هل سمعت تصريحا من أي دولة غربية تقول أن ما تقوم به إسرائيل غير مقبول وسيكون هناك دعوة للسفير الإسرائيلي ومحاسبته؟ لم يقع ذلك. طبعا هناك كان سعادة على موضوع الاتفاق مع لبنان أو بالنسبة لحق الكاريش، وأيضا التركيز انتقل في الغرب من الاحتلال وغيره إلى اتفاقيات الإبراهيمية. يعني ما ينظر له الغرب هو أن الموضوع الفلسطيني يحل فقط إذا حدث هناك سلام مع الدول العربية الأخرى، مع أنهم أيضا يعلمون بأنه لن يكون هناك سلام حتى لو طبعت كل الدول العربية مع، لن يكون هناك سلام مع 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 الفلسطين بين الفلسطينيين والإسرائيليين. فأعتقد هم ينظرون لموضوع الانتخابات الإسرائيلية بعد غلاء المعيشة، بعد الحرب الأوكرانية الروسية، ويعلمون أن نتنياهو له تاريخه الذي يعني إن كان في الولايات المتحدة عندما لم يقابل الرئيس السابق وذهب إلى الكونغرس وألقى خطابه بدل أن يكون هناك لقاء معه. وبالنسبة لبريطانيا كمثال، الدعم لإسرائيل غير محدود، إلى حد أن رئيسة الوزراء التي استقالت مستراس كانت حتى تفكر بنقل السفارة البريطانية إلى القدس، مع أنه لم يكن ذلك بسياسات الحزب. وذلك يعني يبين لك أنهم ينتظرون من يأتي إلى الحكم، وسيقولون هذا من انتخبه الشعب الإسرائيلي.